هذا اللقاء التواصلي وفي هذه الدورة التكوينية اللي حاضرين فيها تقريبا 200 شركة صرف حضوريا، يعني حضروا لهذه الدورة التكوينية، ولكن من قبل كان واحد الدورة تكوينية عن بعد اللي استفادوا منها أكثر من 500 شركة صرف. يعني دورات تكوينية احنا كان يعني كفيدرالية ملتزمين باش نأطروا الأعضاء ديال الفيدرالية ونحسوهم على أهمية الموضوع اللي احنا بصدده الآن، ألا وهو تبويض الأموال وتمويل الإرهاب. احنا في المغرب عندنا قانون اللي يعني متلائم مع المعايير الدولية، تم التعديل ديالو مؤخرا يعني في اكتوبر 2000 عفوا في اوت 2021، التعديل ديالو باش يعني يتناسق 100% مع المعايير الدوليه. هذا كالجانب القانوني. اما الجانب الميداني، خص الفاعلين في هذا الباب يكونوا يعني اولا متكونين، عندهم يعني جميع الإمكانيات باش أنه يحترموا هذه المساطر وهذه المعايير الدولية والوطنية، من ضمنهم شركات الصرف. إذن شركات الصرف عندهم التزامات، وهذا هو الغاية من هذه الدورة التكوينية، باش يعرفوا شنو هما الالتزامات ديالهم باش يمكن يحترموا هذا يعني هذه المعايير اللي المغرب كيتراقب عليها. يعني كاين حيت كاينه واحد الهيئه، واحد المجموعه دوليه اللي كتراقب مدى احترام هذه المعايير من واحد البلاد. والمغرب مع كامل الاسف في فيفري يعني في شهر جوج 2021 تم التصنيف ديالو في لائحه رماديه، وهذا كيعني بانه عندنا واحد المجهود خصنا نقوموا به يعني كفاعلين اقتصاديين. والموضوع ولا يعني موضوع وطني اكثر ما هو موضوع قطاع، وهذا هو علاش يعني تقريبا الجميع لبى الرغبه ويعني وحضر وملتزمين باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يتم الاحترام وتطبيق جميع المساطير حتى نخرجوا ان شاء الله من هذه الوضعيه. احنا ملزمين باش نديروا مجهود ونحطوا على تطبيق هاد القانون، لانه قانون يعني ملزمين باش نطبقوه، لان في حاله عدم تطبيق هذا القانون كاين تاثيرات في على الصعيد الوطني وكاين تاثيرات حتى على الصعيد التخوفات لعدم تطبيق القانون. مثلا يعني كما قلت لك مثلا بحال دابا يمكن مثلا بحال دابا المغرب يطلب مثلا بحال دابا قروض من البنك الدولي ويمتنع باش يعطي، لان ما كنلتزموش سميتو بالتزامات بالقانون الدولي فيما يخص محاربه، لان كما كتعرفوا كان قبل كان القانون محاربه تبييض الاموال فقط. دابا يعني المشاكل ديال 2011 اللي وقعت في العالم ولات المشكل ديال الارهاب. اذا يعني خطير مثلا الدوله ما التزمتش مثلا بسميتو كيمكن لها تساهم بطريقه غير مباشره في تمويل الارهاب، وهذا شيء خطير خصوصا في البؤر مثلا الدوليه فيما يخص مثلا الشرق الاوسط وليبيا مثلا سوريا افغانستان الى اخره. اذا عند مشكل اليه للضبط هذه العمليه ديال المراقبه فعلا عندكم في الوكالات فيما يخص وكالتنا يعني مكتب الصرف عطانا عده توصيات وعلى اساس باش نطبقوها سميتو بصرامه في المكاتب الصرف ديالنا. طبعا في الاول لان كان القانون كان جديد وما كانش تتبعه مزيان، ولكن دابا مؤخرا دابا يعني كنحسوا بواحد اخذ يعني العبره وواحد الوعي واحد توعية القطاع بخطورة، لأن في عدم 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 تطبيق القانون راه الشركات ديالنا معرضين للضائر، معرضين لإغلاق الشركات ومعرضين لمتابعة جنائية لا قدر الله. ولهذا يعني هذا أشياء ملزمين باش نطبقوها بتدقيق. هاد النهار متواجدين هنا على حساب
سياق محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بما أننا يعني منخرطين في هذا السياق جينا باش يعني نشوفوا القوانين و يعني الحوايج اللي مطلوبه ان احنا نديروها باش نعاونوا الدوله وتا حنا منخرطين في هذا السياق. السياق ديال الحضور ديالنا لهذه الدوره التكوينيه في مدينه الدار البيضاء اللي كانت من التنظيم ديال اداره مكتب الصرف بالتنسيق مع الفيدراليه الوطنيه، يعني كانت من يعني من نابعه من المركزيه ديال التدخل ديال مكاتب الصرف في يعني محاربه واحد المشكل كبير اللي كيهدد الاقتصاد ديال البلاد وكيهدد الامن ديال يعني الاقليمي وحتى العالمي. هذا المشكل اللي هو يعني غسيل الاموال وتمويل الارهاب. يعني الدوله المغربيه اشتغلت على واحد العدد ديال القوانين في اطار التفاعل مع المنظومه الدوليه باش يعني يعالجوا هذا المشكل هذا. وبطبيعه الحال حيت لي بيرو تشونج هما جزء اللي هما تابعين للمؤسسه اللي هي مكتب الصرف اللي كترعى هذا يعني كتجيري هذا البروبليم هذا، الور كان ملزوم علينا باش نطبقوا المقتضيات اللي هي يعني حنا ملزومين بها بحكم التواجد ديالنا في هذا الدومين المالي. اذا مكاتب الصرف الان راه يعني كتحضر لهذه الدوره التكوينيه باش تعرف اش واقع، اش كاين، شنو تابعها، شنو كيتسناها، اشنا هي المخاطر، وباش هي دير التدابير ديالها ودير واحد الدليل يعني كيخص كل بيرو على حسب الموقع ديالو، على حسب يعني الحجم ديال المعاملات ديالو، على حسب يعني التفاعل ديالو مع الاقتصاد، يعني على حسب رقم المعاملات اللي كيدير يوجد واحد الدليل داخلي ديالو واللي من خلاله يجيري هذا المشكل ديال تبييض الاموال باش ما يكونش المحل ديال الصرف نقطه من النقط السوداء اللي كتدور هذا النوع ديال المعاملات. اذا كنتمنوا انه يكون الفهم ديالنا فهم راصين لهذه المنظومه، والتطبيق ديالنا يكون واحد التطبيق اولا سليم، والتطبيق اللي يكون يعود على المنظومه ديال الاقتصاديه وديال الدوله المغربيه بالفائده.